والله انا بروح كتير اماكن عاده بس لانه جديد المكان، فدائما المكان الجديد الواحد بحب يجرب وشايفه حلو كتير. يعني انا بشوفه من زمان، كان محضرين من زمان المكان بس مش مجهز، فلما سمعت انه جاهز جديد وحكوا لي عنه ناس فقلت لازم اجرب وحلو كتير. انا اول شيء اسمي هشام العجولي من رام الله، صاحب شركة قرار الرخام وجرانيت والامريكي المفروشات. احنا جينا هون مع اتحاد الغرف التجارية، وفد حوالي 100 شخص و100 شركة لزيارة اهلنا في قطاع غزة، ونشوف الوضع على طبيعته ونشوف شو بنقدر مجال التعاون بين الضفة وبين غزة اللي يكون الخير للطرفين وخاصة لأهلنا الحبيب في قطاع غزة. رغم الظروف الصعبة بس ما شاء الله الناس يعني متماسكة والناس صامدة والناس منفتحة وبدها تعيش ومن حقها تعيش. وأنا موجود هلا في منتجع البلو بيتش، ما توقعتش اللي شفته، والناس هيك مبسوطة وكل الخير والاحترام عن جد إشي بيرفع الرأس. صادق فروانة مدير عام شركة الوساطة الأوراق المالية. طبعا إحنا شركة تابعة لبنك فلسطين، متواجدين في قطاع غزة وفي الضفة من سنة 2007. الحقيقة إحنا جايين اخترنا المكان هذا، مكان كتير رائع وجميل على شط البحر الأبيض، أحد شواطئ قطاع غزة وفلسطين. اخترنا بداية عشان الظروف العامة الغير مواتية الموجودة سياسيا في البلد، ظروف الحصار والقامع العمالها بتمارسوا حكومة الاحتلال ضد الناس. من واقع مسؤوليتنا في عنا الكادر الوظيفي تبع الشركة طبعا، من زيادة تمسكهم بأرضهم لزيادة صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، لازم نكون احنا مستوعبين شو العمال بمارس ضدنا، التضييق في المعيشة من خلال الحصار والكهرباء وكل المنغصات هذه اللي عملها طبعا بتأثر هذا على انتاجيتهم. فاحنا حابين نعمل رسالة، طبعا الشباب كلياتهم اختاروا انهم ضلهم في فلسطين، هم شباب يعني مش كتير كبار في العمر، معظمهم اقل من 35 سنة، واختاروا انهم يكونوا في فلسطين. واللي بيختار انه يكون في فلسطين مش فلسطين هي بس حروب واوقات عصيبة، لا، بده يكون عارف انه فلسطين هي مكان جيد بظروف المتاحة انه يربي اولاده وينشئهم، حابين بلدهم، يشوفوا ايام جميلة في بلدهم يتمسكوا فيها اكتر. زي ما في ناس برا مثلا حابة انها تطلع بتعتقد انه برا هي الجنة، احنا بامكاننا خلق الجنة كمان في وطننا لانه هذا هو خيارنا.